ابني مين يا معتوها؟ هاي هي الحقيقة يا فتحي، شادي ابنك انت. اسمعي فتحي بتاع زمان اللي انت ضحكتي عليه ومسحت بكرامته الارض خلاص مات. فتحي اللي واقف قدامك دلوقتي اكيد مش هتخش عليه لعبة خايبة وحقيرة زي اللي انت بتعمليها دي. هادي مش لعبة يا فتحي، شادي ابنك ومن صلبك، بس الظروف هي اللي خلتني اخبي عنك كل هالسنين. بس اجى الوقت ولازم تعرف انه شادي ابنك انت. ايه الفيلم الهندي ده؟ انا بقى مش عايز اعرف، لانك مهما قلتي انا برضو مش هصدقك. واذا كان الظروف اللي انت بتمر بيها يا بنت الاكابر بمجيك من بلدك وقعدانك هنا لوحدك بتعملي الحركة الخايبة دي عشان خاطر تقربي مني واصرف عليكي وعلى ابنك، فده بعينك وعين اللي خلفوكي. قولي اللي بدك اياه وعمل اللي بدك اياه، ان شاء الله بتقتلني، بس هيدا ما حيغير شي من الحقيقة. شادي ابنك غصب عنك وعني انا. يبقى اقتلك واخلص من شرك، شرك اللي وراني اسود ايام حياتي، ولما قررت ان انا انساه جاية لانت بحكاية حقيرة عشان تفكريني وتمسحي بكرامتي الارض تاني.